السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويعطيكم ليرضيكم يا أجمل شموع مضوية، وأهلا وسهلا فيكم. اليوم جديد وكل يوم جديد، مثل ما أنا متفقين لحنا يوم الأحد ويوم الأربعاء دائما مع بعضنا، ودائما بحب غير لكم بالأوقات مشان نقدر نرضي كل الشموع المضوية الجميلة الرائعة. واليوم موضوعنا كتير جميل، أنا جمعت أسئلتكم كلها كاملة مشان اقدر جاوبكم عليها، الاسئله المهمه للطاقه الحيويه. اوكي، اهلا وسهلا بكل اللي دخلوا، يعطيكم اللي يرضيكم. نستنى اللي يدخلوا الجميع يجيهم اشعارات انه نحن لايف مشان الكل يستفيد، وحاولوا انتوا الكل تعملوا شير للفيديو مشان يوصل للكل ويستفيدوا جميعهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. واليوم في جلسة علاجية، حاولوا تخبروا الكل لما تعملوا شير لللايف، تقولوا لهم اليوم في علاج للغدة الدرقية، علاج للغدة الدرقية، كل أياتكم بإذن الله راح تستفيدوا. جلسة أونلاين للعلاج للغدة الدرقية، حاولوا أنه أنتوا الكل تعملوا شير للفيديو مشان يوصل للجميع والجميع يستفيد. تمام. هلا في ناس كتير، الفيديو اللي عملناه لحنا يوم الاحد اللي فات لايف علاج الصداع اونلاين بالطاقه، وكتير ناس استفادت وكتير ناس تعالجت ما شاء الله تبارك الرحمن، ومستمره وعم تعيد هذا الخطوات اللي احنا مشينا عليها. في بعض الاسئله اللي اجتني إنه يا دكتورة أنا استفدت بس رجع لي الألم، رجع لي الصداع، صار عندي صداع من وراء. مثلا لما بتكون تبدو بالطاقة في عندكم أشياء لازم تمشوا عليها، أهداف لازم تمشوا عليها، إذا ما كانت هاي الأهداف كلياتها متوازنة ما بينجح معكم العلاج. أول شيء لبس ذهب ما بدنا إلا إذا كان الحجر الكريم هذا تبعك، مثلا أنا الحجر تبعي ألماس، لو لبست ألماس وإيدي كل حاطة فيها ألماس عادي، أمر طبيعي إني عالج بالطاقة، لأنه هذا الحجر بيعطيني قوة، بيعطيني قوة طاقية. أنت مثلا الحجر تبعك الكريم زمرد، هذا الحجر ممكن تلبسه. أما إذا أنت حجر الكريم تبعك مثلا ذهب وأنت لابس فضة، هذا ما حيخليك تعرف تكون الطاقة الحيوية مزبوطة. مشان هيك أي شخص واحد فيكم لو مو لابس الحجر الكريم تبعه لازم يخلع كل شيء لابسه من ذهب من حلا. ما يعني أول ما بتكون تبلشوا بالعلاج بالطاقة المفروض ما تكونوا لابسين أي شيء. هاي شغلة، الملح مع الموية، تعبوا لتر لترين موية بالطشط وتحطوا ملح بقلب الطشط مشان تقدروا لما تشيلوا الألم ترجعوا للطشط الملح، مو ترموا بالأرض. في ناس قالت لي رمتها بالأرض وقالت لي ارتحت ساعتين من الألم وبعد ساعتين رجع لي الألم. طبعا بده يرجع لك الألم، شيء أكيد أنه يرجع لك الألم، لأنك أنت رميتيه في مكان، ويمكن الألم ما يرجع لك لألك، يروح لأحد من أفراد العائلة اللي موجودين معك في البيت. مشان هيك لحنا منحط الملح. شغلة مهمة أنا بدي أعطيكم إياها مشان تعرفوا إذا في البيت عندكم في طاقة سلبية وعم تتأثروا منها، تجيبوا كوب من الموية تحطوا معه معلقة ملح وأربع ملاعق خل تفاح أو خل أبيض اللي بدكم إياه. تمام؟ إذا شفتوا الملح فصل وتغير لونه وفصل عن الخل، معناته في عندكم طاقة سلبية في الغرفة هذه اللي أنتوا جالسين فيها أو أي غرفة. حاولوا كل يوم ترموا الكاسة، وقلنا لكم لا ترموا الكاسة لا ببلوعة ولا بمجلة ولا بيدي ولا بحمام، ارموها بتراب بشجرة بأي مكان مفتوح ارموها، وعيدوا هذه الشغلة كل يوم كل يوم. حطوا هاي الكاسة ولازم تكون بزاوية غرفة محطوطة بدون ما يشوفها، أو تكون رؤى لأحد، أحد غريب دخل عندك، عيالك، أولادك، لأنه لازم ما تتحرك مشان نعرف إنه هاي فيها طاقة سلبية أو ما فيها طاقة سلبية. تمام؟
الشغلة الأخيرة، إذا أنت في عندك صور سلبية بداخل جسمك وجالسة بدك تشتغلي بالطاقة وتعالجي نفسك أو تعالجي أحد غيرك، ما حتنجح معك العلاج، لأنك أنت عندك أصلاً طاقة سلبية. المفروض لحنا نكون منطفين نفسنا. يلي بينجح معهم الطاقة، ترى هاي الطاقة عرفت من آلاف السنين، من 5000 سنة، هاي الطاقة الحيوية. لكن واحد دخلوا علي رسائل خاصة، هادي سحر، هادي شعوذة، انتي ايش تسوين، انتي ايش تعمل، يا الله شيء فظيع. الناس الجاهلين واللي ما بيفهموا الطاقة الحيوية بدهم يقولوا لك سحر وشعوذة. هذه الطاقة موجودة بجميع الأديان، هذه الطاقة موجودة بجميع الناس، اشتغلوا فيها من 5000 سنة. حتى جداتنا وجداتكم من زمان كانوا دائما انتي لاحظي لما بيكون ابنك تعبان تحطيه كده على صدرك وتصير تسوي له كده، صح؟ تصير تسوي له كده ليه؟ هذه شغلة فطرية اللي احنا عايشة فينا. هذا مو بس علم، هو علم موجود من 5000 سنة، تابع لليابان وللصين والعرب، هم أهم شيء الفراعنة اشتغلوا فيه. ناس كتير اشتغلوا بالطاقة الحيوية، وناس كتير حسنوا منها ومارسوا فيها وصار عندهم خبرة فيها. إذا مثل ما أعطيتكم أنا بتكونوا تكونوا أنتوا ماشيين متساويين ومنتظمين وعندكم سلام داخلي وبياض وما في عندكم صور سلبية، لح تنجح معكم الطاقة الحيوية بامتياز. اليوم لحنا لح ناخد علاج للغدة الدرقية أونلاين، حتكونوا معي أونلاين وحنكون كلياتنا مع بعضنا وأعطيكم العلاج النهائي للغدة الدرقية، لكل أنواع الغدة الدرقية، وحتى لو كان ورم وحتى لو كان عملية استئصال حتبطلوا تعملوا العملية بإذن الله تعالى. بس عندي شروط. أول شيء بدي إياكم تفهموا شو الطاقة، تحاولوا تجيوا تشوفوا الفيديو هاللي راح وشرحنا منيح عن الطاقة الحيوية، وهلأ كمان لحنكمل الشرح وبالآخر الفيديو. ضلوا مستمرين بالفيديو، عم تشوفوا الفيديو آخر هذا الفيديو حنجلس جلسة علاجية للطاق للغدة الدرقية. حاولوا كلياتكم مية عنده غدة درقية تشيروا له اللايف وخليه يدخل يبدأ معنا ويشتغل معنا، وبإذن الله لح تستفيدوا. بعتذر أنا عم شوف رسائلكم بس ماني قدرانة إني رد، لأنه أنا بدي خلص لكم الموضوع وتستفيدوا أنتوا الكل. تمام؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نبدأ العلاج الغدة الدرقية بعد ما نشرح عن الطاقة. طبعاً الطاقة علوم كتير كبيرة. بكل فيديو لايف لح نعطي موجز، وأمس وعدكم إنه بدنا نعطي الآيات القرآنية اللي خاصة بالعلاج وبالشفاء، ولضيق الوقت ما لحقنا اليوم، حتجهزوا ورقة وقلم ولح أعطيكم الآيات اللي حتقروها بعدد أرقام أسماءكم مشان تقدروا تاخدوا طاقة الدعاء وتواصلكم مع الله سبحانه وتعالى، لأنه كل اسم من أسماءكم مع اسم أمكم في لكم رقم معين، هذا الرقم المعين بتقدروا تدعوا فيه بأسماء الله الحسنى كاملة 99 اسم، أو الاسم اللي خاص بمولدك. والشيء الثاني الآيات القرآنية اللي خاصة بالعلاج. إن شاء الله حتجيبوا ورقة وقلم. أول حاجة لحقلكم إنه دائما الوضع اليد على الرأس أو على أي مكان في ألم، وضعه كأنه لحنا عم نعمل مواساة للمرض يلي فينا أو مواساة للألم يلي بداخل جسمنا. تمام؟ في عنا لحنا كيف بدي أقول شغلات فطرية، هذه حاجة فطرية. شيلكم لحنا ما بدنا نتكلم علم، ما بدنا نتكلم علم، الطاقة الحيوية شعوذة وسحر. طيب خلينا نجي مع هدول الناس السلبيين، أوكي سحر وشعوذة ما عندي مشكلة، خلينا نشوف الشغلات الفطرية اللي عايشة معنا واللي الله خلقنا فيها. أول ما ولدك بيمرض تحطيه على صدره وتبلشي تلحمسي عليه،
إذا بتحبي جوزك بتلعبي له بشعره وبتلحمسي عليه، عم تعطيه حب، عم تعلي طاقة الحب فيه. إذا القط تبعك بتحبيه وبيحبك بتلحمسي له على راسه، ولاحظوا القط بسرعة بيعمل بسرعة بيغمض عيونه وبيصيخ وبين ميرسي، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا للدعم الحلو الرائع، أهلا وسهلا. تمام؟ لاحظتوا أي قط أي حيوان؟ في واحد هندي لو بتدخلوا على اليوتيوب إن شاء الله بدي أبعث لكم أنا اللينك، أقسم بالله أشرف حية موجودة، بتكون مطلعة أنيابة وتبغى تهجم عليه بس يسوي له كده من بعيد كده، مو ضروري قريب، يحفز الطاقة تبعه، طاقته عالية. طبعاً الطاقة بتتفاوت من شخص لآخر، أنت طاقتك بتكون 10%، هذا طاقته بيكون 20%، هذا طاقته بيكون 30%، وهكذا تتفاوت الطاقة من شخص لشخص. بس كلنا عندنا طاقة، كلنا أقوياء، بس ليش تتفاوت الطاقة من شخص لشخص؟ على حسب طريقتك وتعاملك وأفكارك ولسانك، على حسب ما عم بحكي على جارتي وعلى شرف البنت هادي، على حسب ما أقعد لق 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 على فلان وعلان وعلاك البان، وما خلي حدا ولا استر على أحد. والشاطر هاللي بدي جيب سيرته واتكلم عليه، هاي كلياتها بتهد طاقتك وما بتخلي فيك طاقة وبتعمل فيكم مشاكل مرضية. صدقوني الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهانا على سوء الظن، هاللي عم يدخلوا علي على الخاص يا ساحرة يا مشعوذة، هذا سوء ظن، شو بتعرفوا أنا شو في بيني وبين رب العالمين؟ شو بتعرفوا أني أنا أحسن منكم بكتير؟ شو بيعرفني أنا فيكم أنتوا بينكم وبين رب العالمين؟ نحسن الظن، ما دخلنا كل واحد بدينه، هذا مسيحي، هذا شيعي، هذا يهودي، لك شو بدكم فيهم؟ يمكن بينهم وبين ربهم أحسن مني ومنك، يمكن بينهم وبين ربنا بيعبدوا وبيتصدقوا وبيحبوا الناس وبيحبوا الخير للغير مثل ما بيحبوا لنفسهم، وبتصيروا انتوا بتطلعوا بسواد الوش. والله لو بتمسكي القرآن ليل نهار وبتجلسي بتقري وصلاة وصيام وحرام وحلال، وانت جالسة تتكلمي على جارتك وبنت اختك وبنت عمك وما عم ولسانك نميمة وذم، عم تاكلي لحم اخوك ميت، اقسم بالله حياتك كلها ما حتنجحي، وحتى بالآخرة حتكوني انت حطب النار، لانه اخلاق الدين الاول قبل صلاتك وقبل قرآنك وقبل كل شيء. بس نفتح عن اخلاق الدين وتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع جميع الأديان كيف تعامل معهم، لح تلاقي نفسك أنت ما بتعرفي ولا تفقهين شيئا من الدين يلي جالسة تتهمي الناس بالسحر والشعوذة. وحطوا في بالكم أي شخص مننا لما نتهم الناس وهو هذا الشخص ما في شيء، يعني مثلا أعطيكم مثال، وحدة طلعت وتكلمت على شرف وحدة وصارت هادي على لسان كل شخص، هذا اللي يتكلم يا ناس يا ناس، هذا اللي يتكلم على فلان وهذا يتكلم على فلان وهذا اللي يتكلم على فلان، وصارت هذه شائعة تتكلم عليها للجميع، وهذه البنت مظلومة أصلا ما عندها كل الكلام اللي طلع عليها، بس تبهرت القصة ومن شخص لشخص كبرت. تعرفوا شو جزاكم عند رب العالمين؟ إذا هذه المخلوقة من جد ما فيها شيء، ولو فيها هذا الشيء ما بتدخلوا الجنة، لو كنتوا قائمين ومصليين وتعبدوا الله سبحانه وتعالى ما تدخلوا الجنة ولا تشموا ريحتها إلا لين هذا الشخص نفسه يسامحك. ابتعدوا عن سوء الظن، عن نميمة، عن كلام الناس، ابتعدوا، بكفي بكفي. لحنا عايشين بوقت فيروس صغير، ربي عم يوريكم، شوفوا الفيروس قديش خلاكم بهلاك، شوفوا الفيروس قديش مخليكم بخوف وتعب ومرض، شوفوا هذا الفيروس شو مخليكم عم رجعتولي تعبدوني تدعولي ليل نهار. بكفي، لا الجار عم يتحمل جاره، انا صاير معي موضوع هلا جديد، نحن بنطلع على السطح، انا ما بدي اخذ بناتي اماكن بتعرفوا مشان الفيروسات، بنطلع على السطح مشان يلعبوا شوي الاولاد، بيطلع الجار زي النور بدون أخلاق، وما بدي أذكر اسمه ولا بدي أحكي عليه، بالعكس
يا ريته بس يعرف قيمة الجار وكيف يحب جاره. أولاد صغار جالسين عم يلعبوا، نجمع الأولاد يلعبوا ساعة، بتعرفوا متى يخرجوا الأولاد؟ بس يخلصوا دراستهم يطلعوا الأولاد الساعة 5 وننزل المغرب، أول ما يقول الله أكبر المغرب، لأنه لازم نخلي أولادنا في البيوت أول صلاة المغرب. وشوفوا إيش يطلع من لسانه، عارفين الردادة والنواحة النسوان، النسوان إلهن لسانهم، ولو كانت مرأة اللي طلعت تسب يا سلام، رجل يطلع يسب، رجل كده يفتح الباب مقفل يفتح الشباك علينا ولا لا 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 لا، شيء ما له طبيعي. فين نحن من الرجال ابو شوارب اللي بنتكلم عليهم اللي يكونوا اخلاق ويصونوا جيرانهم؟ وينكم يا هرجال؟ هذول ما عاد صفى الا ما رحم ربي، صاروا بس بدهم يعملوا مشاكل. ارحموا نفسكم، ارحموا نفسكم وخافوا على صلاتكم ودينكم اللي انتو جالسين فيه. طبعا احنا موضوعنا مو هاد، بس مشان لكم الطاقة اللي احنا بدنا نعالج فيها اذا متسخة ووسخة وفيها سلبيات كتير. وكلمة سلبيات لما بقولها انا مشان ما اتكلم كلام سلبي، مشان ما اتكلم كلام ما حلو، بقدر هلأ لكم هذا حمار، هذا تور، هذا نعل مدري ايش، هذا الناس طول ما قاعده بتلعن. طبعا انا لو بدي اقول ما بقول لعن، بقول نعل. هذا بيقول لك نعل ابوك، وهذا بيقول لك نعل امك، وهذا بيقول لك. وين عايشين انتو؟ وين عايشين؟ ارتقوا ارتقوا وتعلموا اخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولحاله طاقتكم بتطلع. واحدة امبارح من الاسئله قالت لي يا دكتوره انا عم بعمل مثلك بالضبط والله ومدري ايش، بس طاقتي بحسها كتير ضعيفة. حاسبي نفسك، حاسبي نفسك واجلسي مع نفسك وشوفي شو عم تساوي مشان تقدر طاقتك تعلى. الطاقة السلبية والإيجابية نفس المستوى، لما منعرف نتعامل بالأخلاق ونتعلم من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نرتقي، نرتقي وتعلى طاقتنا. ولا إذا بدي هاد سبه وهاد انعنه وهاد سوي وهاد اعمل وما خلي ستر مغطى على هاد، والله بنت حماي عملت فيني، والله حماتي ضربتني، والله مدري مين سوالي، والله مدري شو عمل لي، ميرسي ميرسي على الدعم، والله والله آخ آخ كله بالجورة. يوم القيامة ما حتلاقي إلك مجلس في الجنة. الدين معاملة، الدين أخلاق، لازم أخلاقنا كلياتها تعم علينا، كلياتنا كلياتنا نحب بعض، نتمنى الخير للغير مثل ما نتمنى لأنفسنا. هذا اللي بدي إياكم أول شيء تتعلموا قبل ما نتعلم العلاج. العلاج العلاج ما بتقدروا تعالجوا بالسلبي، تقدروا، فينا طاقة، أنت فيكي طاقة، بس لما بدك تيجي تحطي إيدك على رأس ولدك بتعالجيه من المرض اللي هو فيه، وبتحطي له طاقتك السلبية. إذا في صور سلبية بجسمك بهذا الولد يا حرام، شوفي إيش سويتي فيه. لا تعالجوا ولا تحطوا يدكم على أحد، ولا تحاولوا ولو عم تقروا قرآن، نظفوا داخلكم. قصة صغيرة معلش مشان تقدروا تستوعبوا أنا عن شو عم بتكلم. واحدة داعية، مش بس مصلية وبتقرأ قرآن، داعية تدعي للدين، مفسرة في القرآن، إنسانة دارسة روعة ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا يتفوه لسانها إلا بالكلام البذيء والكلام على الناس وسوء الظن. طول ما أنا جالسة هذا الساحر، هذا سحرني، هي حماتي سحرتني، أنا متأكدة أنا شفتها بالمنام راحت عند ساحر، هذه سوت لي، هذه عملت. طول ما أنا جالسة وإنسانة ما شاء الله لما تجلس شيوخ يوقفوا له من تفسير القرآن، بس ذكروا بالقرآن كالذي يحمل كتاب يحمل أسفار، وما بدنا نتكلم يعني مع أنه ذكرت بالقرآن، الحمار ذكر بالقرآن يا جماعة. ترقوا، نرجع منقول ترقوا، خلينا خلي يكون عنا أخلاق نتعامل فيها مع بعض، ولو الشخص اللي قدامك مش أخلاق
يمكن انت اخلاقك تخليه يتغير وإلك ثواب. شوف قديش انت طاقتك حتعلى وتعلى، كل شخص صار اخلاق من وراك. طيب، ما بدنا نقول تأثير اللمسة على الراس ما بتجيب النوم. أمس كتير هاللي أنا قعدت عالجتهم جابت لهم النوم، هذا أمر طبيعي. أنت جالسة بدون ما تعملي شيء، لا تحركي طاقة ولا تعملي شيء، وجيبي ابنك وحطيه كده على يدك ولحمسي له على راسه وسطحي على التخت ويلا نيميه، قولي له قصة حلوة، قولي له قصة شايف البحر شو حلو، شايف الأسماك كيف خلينا نتخيل أنا وياك كيف الأسماك تسبح بالبحر، وكون سمكة أنا وياك وندخل بقاع البحر ونجلس مع بعض، يا ماما شايف ما أحلى، حتلاقي ولدك نام ما كمل القصة أصلا. ولا أمهات يلا نام وتسطيح على التخت وضربه بالباكورة ومدري إيش، وخليها لربكم. نتعلم، نتعلم، لأنه اللمسة الشفائية، وهي تسمت بعدة يعني اللمسة الشفائية، لحنا بنتعلم الشفاء إنه بيجي من عند الرب العالمين. هاي ما يعني هاي ما عنا لحنا اثنين يتكلموا فيها. الشفاء من عند الله. وسورة الشعراء رقم 80 شو بتقول؟ وإذا مرض فهو يشفين. يعني من زمان ما كان في لا دكاترة ولا مستشفيات ولا والله يتوكلوا على الله والأعشاب وإيديهن، والله لو كان معه واحد مسكر قلبه ويغمى عليه ليصحصحوا، لأنه كان عندهم سبحان الله الفطرة، الحب، التفاؤل، الأمل، يحبوا العالم كله. هلأ هي عم نفقدها، لأنه الأم بتعلم أولادها إنه يعادي أهل أبوهم، والأب يعلم أولاده والله أخوالك وع، وهدول مانهم من قبيلتنا، وهدول يعني منصير لحنا منعلم أولادنا بطريقة كتير بشعة. طبعا من كتر الاستشارات اللي عم تجيني أنا عم أحكي لكم الكلام، أنا ما عم بحكي الكلام من عندي، الاستشارات اللي بتجيني أنا بعطيكم مختصر كيف لحنا نعرف. يعني أحيانا أنت بتغذي ابنك على أشياء سلبية ويعيش فيها طول العمر، وانت ما انت حاسة على نفسك، ما انت حاسة انه هذا الشيء غلط. هذا اللي بدي اتكلم عنه، هذا اللي بدي اقوله، تمام؟ طيب، في جهاز اسمه الكيريليان، ادخلوا على جوجل وسجلوا الكيريليان انبعاث الطاقة، تقدروا تقيسوا الطاقة وانتوا بالبيت، تعرفوا طاقتكم بأنه مستوى. هلأ بتعرفوا انه في عندكم صور سلبية، مع انه بدون قياس كل شخص فينا مؤمن ايمانه كبير لما بيحط راسه على المخدة وبيعرف حاله انه ظالم حيلوم نفسه، وبيعرف حاله انه اليوم غلط حيقول يا الله انا ليش سويت كده. بس كبريائنا ما بيخلينا نعترف، ما بيخلينا نعتذر، ما بيخلينا اللي غلطنا معه نقول له الرحمة. هذا هو اللي بيودينا للتهلكة. هذا المقياس، الجهاز الكيريليان هذا ممتاز جدا جدا، اللي بيستطيع يشتريه ومو كتير غالي جيبوه، وبتعرفوا انتوا عندكم الطاقة قديش. طبعا الايد اليمين دائما طاقتها 3 مرات عن الايد اليسار، يعني مو معناها الايد اليسار او الايد الشمال ما في طاقة، لا في طاقة، بس الايد اليمين يا سبحان الله في لا اعجاز. مثل النبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أمرنا بأي مرض بيصير معنا نستعمل إيدنا اليمين، نحطها على مكان الألم ونقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وإذا أنا عم أعمل لابني أو أعمل لجوزي أو أعمل لجارتي أو أعمل لأحد عمار، أقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذك لإلك، ما أقول أعوذ للشخص، لا بغير بالحركة، أعوذك بعزة الله، أعوذك بعزة الله، والله أنا خربطت، أعوذك بعزة الله من شر ما أجد وأحاذر. أحيانا الواحد بيتكلم هلك تعبوا الدعاء بيطير الواحد من مخه. المهم
بدل ما نقول أعوذ نقول أعوذك أعوذك أعوذك، تمام؟ بس مشان أنا يعني كلمة واحدة بتخربط الدنيا معكم، تمام؟ طيب الحالات اللي بنقدر مثلاً هأحكي لكم قصة بالطاقة الحيوية أنا عالجت فيها ناس، وما هأحكي عن الناس، خليني أحكي على بنتي. في واحدة من الناس، أول شيء لا خليني أحكي على الناس، هاي كتير مهمة. كان في معها كهربا بيدها، راحت دكاترة وراحت كتير وما ضل في أحد بالدنيا، ويا ريتها موجودة ومتابعتنا مشان توريكم. إجت لعندي وأنا قدرت أسحب للكهربا كاملة ما شاء الله، ومن جلسة واحدة أصلاً هي استغربت، من جلسة واحدة اللي أنا 10 سنوات ما خليت، من جلسة واحدة تروح. طبعاً يبغى لها عدة جلسات مشان ما تقدر ترجع لها، بس ما عاد صفى عندها ألم، راحت منا الكهربا ما شاء الله والحمد لله تعالجت. طيب شو رأيكم على بنتي؟ أنا هأحكي عن نفسي. بنتي ريتاج كانت ما تشوف بعينها. أنا جبت توأم، ولازم دائما التوأم سبحان الله لازم يكون في عنده قلق، واحد مشكلة. إجت في عين بتشوفها وعين ما بتشوف فيها غير 3%، يعني خيال. اشتغلت عليها اشتغلت عليها، هلأ بنتي بتشوف 95%، باقي لها 5% أو 3% تقريبا وخلاص ما عاد صفى فيها شيء. حاولوا تشتغلوا شيء ربي أعطاكم إياه، ربي رزقكم إياه، الله أعطاكم إياه لكم اشتغلوا فيه. اليابانيين فاتحين مستشفيات منه عم يشتغلوا، الصين فاتحة مستشفيات عم تشتغل فيها، وأصل هذا العلم عربي، صاروا يقولوا العلم الصيني العلم الكوري، صدقوني هذا أصله عربي من زمان، العرب هاللي كانوا يشتغلوا فيه، هن اللي كانوا يشتغلوا فيه، بس انتسى وارتمى وما عاد حدا حكى فيه. اجوا الصين واجوا اليابان واجوا الألمان واجوا الكنديين، كلهم قعدوا يشتغلوا، كل واحد شو بده يشتغل، وكل هاي البلدان اللي شايفينها عندهم مستشفيات كاملة. واحدة من صحباتي تقول لي أنا بألمانيا، وإذا في واحدة متابعتني من ألمانيا تقول لي كلامك تم. بألمانيا في مستشفيات أول شيء للعلاج النفسي والعلاج بالطاقة. أي مريض يروح على المستشفى بيعطوه ورقة تحويل للعلاج النفسي والطاقة. إذا راح منه الألم وتعالج ما في داعي يفوت على المستشفى، ما في داعي ياخذ أصلاً أدوية. أما إذا ما تعالج بيحولوه ساعد على المستشفى، بيقولوا هاي مو شغلة نفسية. هذا كل دروس بدي اياكم تتعلموها وتعرفوا انه جسمنا الله خالقنا باجمل حال، ما في جهاز خلق والانسان سواه وتدرب عليه ولو كان بروفيسورات الدنيا مثل اجهزتنا اللي الله خلق فينا، بينتج فيتامينات، اذا احنا دايرين بالنا على نفسنا، بينتج معادن، بينتج كربوهيدرات، بينتج بكتيريا نافعة. لك عنا أجهزة ما في داعي أصلاً ندخل شيء من برا. إذا أنت مداومة على صحة وعافية ونوم ورياضة ومنتظمة وبتحبي الناس بتحبي لهم الخير، لسانك ما أنا متبري منك. أما هذا اللسان اللي متبري أعوذ بالله، يعني أحياناً بجلس مع ناس بيصير معي صداع، شفتي فلانة شو عملت بجوزة؟ يخرب بيتها، شو عرفك هاي فلانة اللي عملت بجوزة؟ وشفتي بس الظاهر، جوزة شو عامل فيها؟ جوزة شو مرمطها؟ انتو بس شفتوا شو صار؟ شفتوا هذا كيف عم يتجوز على مرته؟ يخرب بيته من حاله، والله مرته ما أمر، والله مرته بتجنن، والله مرته عمل، والله مرته شوفي ما بيغيظني إلا كلمة، والله مرته صاحبة الدين كتير ما شاء الله تبارك الرحمن. لك شو عرفك بينه وبين جوزها؟ شوفي شو عرفكم بالداخلية؟ ليش حتى تاخذوا سيئات ورب العالمين يحاسبكم عليها يوم الدين يلي ساعتها لا تنفعك فلانة ولا علانة؟ ولا في ناس اول ما بيجي الخبر، انا هاللي قلته اول وحده الخبر، يا فرحه قلبك، زقفوله زقفوله زقفوله، هادي انسانه ما شاء الله، وبعدين بيطلع الخبر كذب.
ما بيجوز. الدين، الدين الإسلامي، خلوا الناس اللي بده تدخل الدين الإسلامي تقول لك واو دين الإسلامي حلو بجنن، ما تخلوني يقولوا لك إذا تعاملكم مع بعضكم بهالطريقة شو بدنا بهالدين هاد. يلا اختاروا واحدة انتو منهم وشفتها بأم عيني. اي والله واحد من الدين الإسلامي ينصب على واحد مسيحي، والدين الإسلامي والدين المسيحي كله محرم الزنا، محرم الكذب، محرم الحكي عن الناس، النميمة محرمة. ترى الكتب الله السماوية اللي نزلها كله مثل بعضهم، حتى أخواننا المسيحية وأخواننا اليهود بيعرفوا أنه هذا حرام وهذا حلال، ما في شيء مختلف عن ديننا. بس القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى كل هذه الكتب. صفى القرآن الكريم اللي فيه كل شيء نتعلم نحن منه. وبعرف أنا في إخواني المسيحية وبحترمكم، أنا بعرف أنكم متابعيني، بس أنتوا مقتنعين بالكلام هذا. بس هاللي متابعني هلأ ولسه ما بيعرف مين الدكتورة داري، مين أشعل شمعتك، حاولوا تشوفوا الفيديوهات مشان تعرفوا شو معنات كلامي. أحترم كل الأديان وأحب كل الأديان، وقريت كل الكتب السماوية اللي نزلت، أما قرآننا الكريم وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ويلي اللي بتعلمه وبعدين يصلي بالفروضة شو بيقولوا لك؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما قال قوم صلي وإقرأ قرآن بعدين قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا بدي أقعد أحكي لكم فيها يبغالي 3 ساعات لايف أتكلم لكم على كلمة لا إله إلا الله. كتب محمد رسول الله، كتب أخلاق اللي نحن لازم نعيش فيه، هذا لحاله لحاله بالبداية ومهم جدا، وبعدين الصلاة، وبعدين الصيام، وبعدين الزكاة والصدقة والحج. مو والله يطلع حج واعمل عمرة وأنا لساني بسبع شطلات حتى بالعمرة بتكلم عن الناس، استغفر الله. طيب الحضارات كلياتها، كل الحضارات بدون ما أذكر وطولكم الموضوع، اللمسة العلاجية كانت عندهم هذا جدار، جدار كامل. هاي اللمسة العلاجية كلياتهم بيتكلموا فيها، الفراعنة، الصينيين، اليابانيين، كلهم كانوا يتكلموا فيها، وحتى نحن العرب، وحتى نحن العرب. طيب بالإسلام هاللي عادين عم يتهموا الناس بالسحر والشعوذة، بالإسلام هلا بدي اياكم تجيبوا ورقة وقلم واعطيكم المفيد. بالإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله امرنا، وكان في واحد عنده بده كان يجي مريض، كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم شو ما عملنا احنا ما حنوصل لمستواه، لانه الرسول كان لما يحط ايده على اي مريض بس يحط ايده كده على مريض يشفى، لانه الله عاطيه طاقه كتير كتير عاليه، ونقدر نوصلها اذا منحسن من انفسنا ومنحسن من اخلاقنا وبتكونوا متصالحين مع ذاتكم. تمام. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم انه اجا واحد عمران بن حصين اجا، وانه قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينه وقال له ادني مني، فأذنى منه فوضع يده على ذوابته. ذوابته شو معناها؟ يعني الشعر، شعره المطفور، كانوا من زمان الرجال تعرف شلون يضفروا شعر. وضع يده على ذوابته ثم أجرى يده وثمت عليه ودعا له. سبحان الله سبحان الله. الأدعية والقرآن إذا كانت منبوعة من الروح من الداخل بتلاقيه علاج كامل مكمل. والإسلام خاص دائما اليد اليمين، يعني في عنا لما بتروحوا على الصين بيقولوا لك لا الإيدتين، لا مدري إيش، أوكي الإيد الشمال فيها طاقة، أما اليد اليمين 3 مرات من طاقة اليد الشمال، وكلهم اعترفوا فيها، بروفيسورين كبار مسيحيين اعترفوا فيها، وفي ناس ملحدين اعترفوا فيها بكتبهم مسجل. النبي محمد نبي الإسلام قال على هاي اليد وجاب الأحاديث وأراها، وهو على صواب وهو صح. سبحان الله. طيب
هلا بدي اياكم تحضروا ورقه وقلم وبدنا نشتغل على نفسنا، واعطيكم ايات كتير كتير حتستفيدوا منها باذن الله تعالى. شو رايكم؟ يلا انا سجلت لكم اياها كامله. شي مام يلا والله ما ادري وين حطيتها انا لم الاقيها. هلا بدي اياكم خلوني بين ما اشوفها، في شغله مهمه بدي اياكم تعرفوها قبل ما ادخل هذا الموضوع، شغله جدا جدا مهمه. الين واليانج، مين سمع عن الين واليانج؟ مين سمع عن الين واليانج؟ يلا اعطوني. مين سمع على الين واليانج؟ يا سلام عليكم، ما شاء الله، يعني عندكم معلومات. طيب خلينا نحكي بالمختصر، رح اطلع لكم لايف كامل عرفكم عن الين واليانج بالضبط شو هو الين واليانج. الين واليانج، الين يعني اسود واليانج يعني ابيض، وكلياتنا نساء ورجال فينا ين وفينا يانج. اذا الين ضاغي على اليانج، لانه اليان بيكون طاقه، اليان طاقه، اليان طاقه انوثيه، طاقه اليانج طاقه ذكوريه، ين حرف النون بالاخير انوثيه، يانج ذكوريه. تمام، لحنا هاي بدنا نعرفها مظبوط مشان نقدر نشوف ايش ناقصنا بجسمنا، هذا كمان بياثر على الطاقه. إذا أنت أيها الرجل عندك طاقة الأنوثية أكثر من الطاقة الذكورية، معناته في عندك خلل، وكذلك النساء. لازم الرجال دائما الطاقة الذكورية تكون عندهم 60% والطاقة الأنوثية 40%، أما النساء لازم تكون عندهم الطاقة الأنوثية 60% والطاقة الذكورية 40%. يعني النساء الأنوثية أكثر والرجال الذكورية أكثر، بس مو معقول، يعني مو معناها الذكورية يعني ينج، يعني إذا الرجل ينج ينج هذا الرجل المتسلط اللي عنده مشاكل، اللي عنده أمراض نفسية، مشكلة اللي ينج ينج. واللي ين ين كمان مشكلة أكبر وأكبر، ما بتتحكم فيه إلا مشاعره وعواطفه. هذا موضوع تاني اللي احنا حنتكلم فيه بلايف كامل إن شاء الله. خلينا نخلص من هاي المواضيع وحندخل اللايف الجاي. شو رأيكم؟ اللايف الجاي حنتكلم وحتفهموا شو هو الين واليانج وشو هو اللي بتوافق. يعني أنا لو بدي أكل مثلا خضرة وقطعت الجزر مدور، شو هو المدور؟ ين. إذا قطعته مطاول يانج، هذا كله بيأثر. حتى الخضرة لما تقطعيها لازم توازني بالتقطيع، شي مطاول وشي مدور، هذا بيختلف كمان بالين وباليانج. قلت لكم طريقة طبخنا، الطبخ تبعنا، إذا لحنا ما انتبهنا كيف عم نطبخ صدقوني ما حيمشي الحال. أنا حاطط لكم والله، خليها مرة تانية بحكي لكم إياها أو بنزلكم إياها فيديو بتتابعوه في اليوتيوب، خليكم بتتابعوه في اليوتيوب لأني دورت عليه ما لقيته. غريبة فين ال، أنا كاتبت لكم يا كامل والله، شيء غريب، كله كامل كاتبته، بس أحيانا بتوه. إن شاء الله كل الآيات حطيتها بالأرقام، حطيت لكم إياها. على كل الأحوال أهم شيء إنكم تتبعوا صورة ياسين، أنا ما لقيته بس خليني أشوفها وين اختفت.
صورة ياسين يومياً اقروها، بتعلي الطاقة بطريقة فظيعة. جربوا اقروها لمدة 21 يوم بعد كل صلاة إذا بتقروها، وهي ما بتاخد من وقتكم 10 دقائق. ترى صورة ياسين كتير سهلة، حتى لو حفظتوها بتلاقوها سهلة كتير كتير. وألم نشرح لك صدرك، صورة الانشراح. يا ويلي على هالصورة. أدعية الأنبياء كلها، لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، اشتغلوا عليها ترى ممتازة. حسبي الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإذا مرض فهو يشفين، دائما ادعوا فيه وكرروها دائما. في أشياء كتير حلوة بالقرآن، لو لحنا بنستمر عليها بعدد الأرقام اسمنا لح تعلى طاقتكم بطريقة فظيعة. لدرجة هلا أنا وقت بعلمكم وبقلكم حسيتوا بمغناطيس تقولوا لي إيه، أنا الطاقة شوفوا مو كده، أنا لو بفتح إيدي أنا حاسة بطاقتي، أنا هالتي كتير كبيرة ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. كل ما عليتوا طاقتكم كل ما بيصير طريق العلاج معكم أسرع وأفضل وسحب الاحتقام بسهولة. تمام يلا هلأ بدي إياكم، هلأ الكل معي، بدي إياكم تجهزوا الملح مثل العادة، الموية تحطوا الملح بقلب الموية بتطشط، كل واحد لابس ذهب لابس أشياء يشيلها، تجيبوا بطانية مثل ما اتفقنا، أهم شيء إنه الصدر يكون مسكر، هذا المكان راس المعدة يكون مسكر، انتبهوا انتباه كامل. على كل حال أنا كنت كتير ملتهية، بتشكر لكل الدعم، لكل اللي بعتولنا وردات، لكل اللي بعتولي هاي الخيمة الحلوة الرائعة، كتير كتير بتشكركم، يعطيكم ليرضيكم، إن شاء الله كلكم بتستفيدوا وبتصيروا معالجين ذاتيين رائعين، وكلكم بتصيروا دكاترة أولادكم وتعرفوا بهالمواضيع. علاج الغدة الدرقية، وتكلمت كتير عن الغدة الدرقية، أنا ما بدي الرد نعيد شو حكينا بالغدة الدرقية في اليوتيوب، في باليوتيوب مكتوب علاج الغدة الدرقية بعدة تقنيات علاجية، ياريتكم كلكم تشوفوه. هاللي معه غدة الخاملة أو الكسلانة، هاللي معه الغدة النشطة، هاللي معه أورام بالغدة، الغدة الدرقية ما في أسهل من إنكم تعالجوها وتشتغلوا فيها بطرق كتير كتير بسيطة. تغيير حياتك، الرياضة، النوم بالليل مشان تتنظم، لازم ننظم النوم مشان لأنه نومنا لو بيتنظم حيصير الهرمونات عنا منظمة. تمام؟ الرياضة، رياضة المشي، رياضة المشي. بدي اياكم تجيبوا المي والملح، اللولي جاهزة. مين عنده، كم واحد هلا موجود معنا معه غدة درقية ويبغى يتعالج منها؟ كم واحد موجود هنا معه الغدة الدرقية ويبغى يتعالج منها؟ قسما بالله رح انجلط من الضحك. ليه ضحكوني معكم؟ شو راح علي انا؟ شو راح علي؟ شكلكم قاعدين اذا عم تتمسخروا على الكلام اللي عم بحكي، ما لت عليكم تمسخروا ولا تشبعوا، عساكم جهنم الحمراء. طيب كيفك دكتورة؟ انت دكتورة ايش؟ ادخل على اشعل شماتك، ادخل على اليوديمي، موقع يوديمي، وبتعرف شو اختصاصاتي، لانه هلا اذا بدي اقعد احكي لك على الاختصاصات ما بنخلص. كم شخص عنده، اكتبوا لي كم شخص عنده غدة الدرقية، كسل أو نشاط أو أورام أو بده يعمل عملية استئصال حاليا. يا ريت تشيروا الفيديو لكل الناس مشان يقدروا يستفيدوا. أنا عندي كسل غدة درقية، أمي عندها خمول غدة،
أنا كسل. ممتاز ممتاز ممتاز. طبعاً هلأ نحن ما حنشرح الغدة، ما حقدر أشرح لكم الغدة كاملة لأنه أنا شارحة فيديو كامل. خليني بس وريكم ياه. بتدخلوا على اليوتيوب واحدة واحدة، قناتي اليوتيوب أشعل شمعتك، بتدخلوا علاج الغدة الدرقية بخمس تقنيات علاجية مو بس واحدة. ما حنعيد كل الكلام، حنختصر هذا الكلام. جهزوا الملح، كل واحد معه الغدة الدرقية يجهز الملح، يجهز بطانية، يجهز شال لونه أزرق. يا ريتاج ماما جيبي لي الشال لونه أزرق. بسرعة شال لونه أزرق. تمام، لازم نعمل لبخة اسمها لبخة الكتان مع حبة البركة. لبخة الكتان مع حبة البركة. هتجيبوا الهاون وما نطحنه. في ناس تقلك طحنته بالكهرباء، لا، هتجيبوا الهاون تحطوا الكتان وتبلشوا تدقوا 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 تدقوا. هذا لحاله بيعملكم. طبعا انا هلا طلعت معكم مشان اذا بدكم نشتغل مع بعض بلايف لحالنا وكيف نساويه وتشوفوا بعينكم، انا ما عندي مشكله. مين يلي اكل بهدله؟ ما حدا اكل بهدله، بس عم اقول يعني عم اقول في ناس كثير مقهورين، في ناس كثير ما بعرف شو بهون. حبيبتي شو اسم القناه؟ اسم قناتي اشعل شمعتك. ادخلي على جوجل سجلي اشعل شمعتك، حتطلع لك قناتي فورا. كل السوشيال تبعي اسمه الانستغرام، السناب شات، التليجرام، كله اسمه اشعل شمعتك. ادخلي سجلوا يا اشعل شمعتك يا الدكتورة داري الراشد. بسرعة بيطلع لكم في الـ في الـ في الـ قولوا معي في جوجل. الشاكرا اللي بالرقبة صح، بس مو اسمها هي قالت كده. خلينا هيك نحسن. الدكتورة دارين قالت انه الشاكرا اللي بالرقبة لونها ازرق. هي قالت كده. اشعل شمعتك اقوى اسم. الله يسعدكم يا رب، وانتم الرائعين اللي بتجننوا اللي بحبكم كتير. منورة يا حلوة، النور نوركم. دكتورة شو انتي؟ شو انتي؟ سؤال مبهم. بعد زمان يا قمر، احلى شمعة. الله يسعدك، وانتي اجمل شمعة مضوية. يلا جهزتوا؟ جهزتوا اللي قلتلكن عليه؟ دكتورة عندي ارتجاف باليدين. اليوم علاج الغدة الدرقية، كل يوم علاج لشيء معين، مو كل يوم كل يوم. يعني إذا فضيت والله أطلع لكم كل يوم، بس يوم الأحد ويوم الأربعاء إحنا بنطلع لايف على التيك توك، حاولوا تتابعونا. تمام، علاج الغدة الدرقية أونلاين. هلا حنكون بعد أونلاين. تمام، لح نذكر أول شيء. جهزتوا الملح، ملح الطشت جهزتوا، لحشة أو شيلة أو كده إشارب للرقبة لونه أزرق. تمام تمام، الكتان، كتان مطحون بالهاون مع حبة البركة مطحونة بالهاون، نفس المقادير. منحط معهم معلقتين ورد، ثلاث معالق لين تصيروا عجينة، وحنحطها لرقبتنا الجميلة الرائعة. والنعمة جهزنا. جهزتي انتي؟ لا طبعا انا ما جهزت، لانه انا رقبتي ما فيها شيء، انا بدي عالج اللي فيه شيء.
لو ما في شيلة زرقاء ما حتتعالجي. لازم شيلة زرقاء. شاكرة الحلق لونها أزرق. شاك اللي عنده مشاكل بقلة الكلام، ما يعرف يتكلم، يتأتئ، الغدة الدرقية، كله هذا بيأثر. تمام؟ صار سحر ذا، حسبي الله ونعم الوكيل، ولن أسامحك أبدا. صح، سحر. لشو هالوصفة؟ للغدة الدرقية، علاج الغدة الدرقية أونلاين. يلا جهزولي نفسكم، أنا لح أبدأ. قلوا لي تم، كل واحد يكتب لي تم 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 مشان أعرف مزبوط. تم، اثنين، ثلاثة، تم تم، أربعة، تم، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. برافو 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 برافو. خلاص طالما وصلنا للعدد برافو. يلا حنبدأ، لح نبدأ يا حلوين. يلا هل تتعلم ايه؟ حرف الواو. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله ولا اله الا الله والله اكبر. ربي يكتب لكم العلاج كلياتكم، كل شخص باذن الله تعالى. بدي اياكم تركزوا معي مظبوط، كل واحد معه الغدة بإذن الله تعالى راح يتعالج. ما لقيت الصوت اللي انا شفته. والله هلا بدي اياكم تركزوا بهذا الصوت، تركيز. بدنا ناخذ تنفس، لاحظوا التنفس العميق، بدنا نتعلم التنفس العميق. ينتفخ البطن، نستنى 7 مرات. امشوا معي واحدة واحدة. تركيز تركيز، اللي عم يتعالج خليه تركيز معي. تنفس عميق، زفير، شهيق، شهيق، شهيق،
شهير. شهير. شهير آخر مرة. زفير. هلا نحن حاسين بالاسترخاء تمام. ايدي على راسكم. بسم الله بسم الله بسم الله. وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كلكم قروها. هلا بدي اياكم اللي معه مرض القلب ما يسويها. اللي معه جلطات صارت معه بالاول ما يسويها. ممنوع منعا باتا. تمام. في عنا العظمتين الترقوة. هذه عظمتين الترقوة. بعد الرقبة في عظمتين مدورين بعدين الكتف صح؟ هذه العظمتين. بإيدينا السبابات أو الإبهام. اللي بيقدر يعمل هيك أفضل طبعا. يلا اشتغلوا معي. ما أبغاكم تضغطوا لا. أبغاكم كده ناعم. كده تسوي ناعم. يلا أنا إيدي على رقبتكم. حطوا الإبهام على رقبتكم. الإبهام الإبهام على الرقبة الترقوة الترقوة. وانتو عم تعملوا هيك شايفين. انتو اشتغلوا على نفسكم وانا هاشتغلكم. انا كل واحدة فيكم ماسكة تروقة الخاصة فيها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله بسم الله بسم الله. هلأ كلياتكم حطوا إيدكم على رقبتكم. يدكم اليمين حطوها على رقبتكم. حطوا ايدكم على رقبتكم. يد اليمين. اقروا اقروا. ألم نشرح لك صدرك. بتيقن استرخوا. خلي عينكم مغمضة. قولوا ألم نشرح لك صدرك. صورة الانشراح. you
هلا حنمسك هذه الاذن هنا ورا وهنا بعدين ننزل يلا يلا انت سوا معي يلا يا شافي يا معافي اشفي الجميع من الغده الدرقيه باذن الله تعالى. طاقتكم عاليه، طاقتكم جميله، طاقتكم رائعه، انتم كلكم رائعين. هلا هتجيبوا الكتان، هتجيبوا حبه البركه، هتدقوهم بالهاون، هتدقوهم بالهاون. ركزوا على صوت البحر، انتوا خليكم مركزين على صوت البحر. حتكون جاهزة لما بتكون تساووها، حتكون جاهزة قدامكم، حتكون جاهزة. هلأ قبل ما نحط هاي شو حسيتوا؟ عطوني إحساسكم، شو حسيتوا؟ دوخة تمام، استرخاء تمام، كملي، إحساس مريح تمام، ألم بسيط، فين الألم؟ فين الألم؟ استرخاء استرخاء استرخاء، ممتاز. كان عندي صداع راح واختفى ما شاء الله، أكيد حيختفي. يلا جيبوا الكتان، ندق الكتان بدق الهاون يا ريتاج. نجيب الكتان كامل، خليكم مركزين، انتوا ما تلهوا نفسكم مع اي احد، انتوا خليكم مركزين، سيبوا اللي قاعدين عم يلعوا، هدول ما عندهم ما عند جدتي. اسمعوا صوت البحر، اسمعوا صوت البحر، خليكم مع صوت البحر، خليكم معي، خليكم معي. مجهزين الكتان وحبة البركة؟ هاللي مو مجهزة مو مشكلة، خلينا هلأ نحن على العلاج اللمسي، بعد ما نسكر حتعملوها. نكون جهزنا، دقينا الكتان، دقينا حبة البركة، حطينا عليها ماي ورد على حسب الكمية اللي انت حطيتيها، مثلا 3 ملاعق 4 ملاعق على حسب الكمية، وبعدين او معلقتين. طيب بعدين بتجيبي معلقتين خل، بتجيبي القطنة وبتصيري تمسحي رقبتك كلها، كل رقبتك من الخل، خل التفاح، جيبي خل التفاح، امسحي رقبتك بكل الخل. يلا يلا عم بستناكم انا معكم، جيبولي خل التفاح وامسحوا رقبتكم. يلا يلا، مين جاب خل التفاح؟ الملح والمويه، هي قالت ملح، هي انا اسمي دارين، هي اسمي دارين، انا لا تقولوا هي. ما تنقعي في رجولك، معناته انت ما حضرتي امبارح اللايف، من يومين ما حضرتي اللايف، ادخلي على يوتيوب احضري اللايف بعدين شوفي هذا اللايف الثاني. هاللي دخل اليوم ما حيعرف يشتغل معنا مزبوط، لازم تشوفوا اللايف الأول. حسيت ببرودة بحلقي؟ ممتاز، انت اشتغلت كويس وطاقتك حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، حسيت ببرودة بحلقي ما شاء الله ما شاء الله. ما بدي تصير ريحتي خل، براحتك لا تساويها. بليز عيدي، ايش اعيد يا قلبي؟ حنزلكم يا في اليوتيوب كله كامل، حنزلكم يا في اليوتيوب. رقبتي بتنحرق. الله يحرق عقلك. حسيت ببرودة؟ ممتاز ممتاز.
ممتاز. يلا مين جاب الخل التفاح؟ امسحوا لي رقبتكم بخل التفاح. بعدين بنجيب الفتان اللي دقيناه. يا ريتاج اللي دقيناه بدق الهاون. خليني اورجيكم دق الهاون مشان تعرفوا في ناس بيقولوا ايش هو دق الهاون. اللي بندق فيه الثوم لازم النحاس، النحاس الاصلي لازم، هذا بيعطيه طاقه كثير حلوه. ودقوه ساووه بالكهرباء وساووه بهذا. جيبي لي دق الثوم النحاس اللي له صوت، لانه حنستعمله للعلاج كمان. تمام، هو بيطير الطاقه السلبيه. حاولوا حاولوا دائما ضلوا عم تتركوا هذا المكان. هذا المكان بيعطيكم جمال رائع وبيساعد الغده الدرقيه بالتنظيم. طبعا اللي بده يساوي هالشغله وما بينام بكير وما بيعمل رياضه وغذائه ملخبط ما حيستفيد بشيء. تمام، في ناس تقول له هاون، في ناس تقول له مدق التوم، كل واحد على حسب البلد. مشان هيك انا بدي ورجيكم اياه مشان ما يقولوا ما عرفنا. بعدين شلون بدي اصور لكم اياه بعدين؟ شايفين؟ ندق الهاون. هذا اللي حنجيبه. يلا حندق الكتان وندق حبة البركة، نحط عليها 4 ملاعق ماء ورد ونحطها على رقبتنا كاملة من هنا لين هنا، ونسترخي لمدة ساعة كاملة. ما تتحركي، مو تحطوا لي اياها وتقولوا ما لنا فاضيين، عم نشتغل عم نطبخ وعم نساوي اغراضنا وعم نعمل وعم نساوي. ممنوع من عم باتن. تسترخوا، تحطوا صوت البحر. اذا كنتوا جالسين بشاليه على البحر يا سلام، ممتازه جدا جدا. حاولوا تسترخوا وتجيبوا اللون الازرق بخيالكم. نحاول نسترخي ونجيب اللون الازرق بخيالنا. كونوا معي، يلا شوفوا شلون. يلا استرخاء، بدنا نجيب اللون الازرق كلياتنا. استرخاء، سووا تنفس، حاولي تطالعي بالسما، حاولي تطالعوا بالسما وشوفوا اللون الازرق. اللون الازرق جميل ورائع. حاولوا تطالعوا بالسما، حاولوا تطالعوا بالبحر. لون البحر ازرق جميل رائع. احب اللون الاحمر. لا، لازم لون ازرق. انت تعبانه ومريضه، شاكرة العنق، شاكرة العنق، الغدد الدرقيه هذه بتكون مسؤوله ولونها ازرق. لازم هلا لما نحط نجيب اللولي، جبنا اللون الازرق. لازم قبل ما تحطوا الكتان على رقبتكم بتكون تجيبوا اللون الازرق. لون الازرق، لون الازرق، لون البحر جميل رائع. حاولوا تسترخوا وتربطوا نفسكم معي، تسمعوا صوتي، صوت البحر بس، صوتي وصوت البحر بس. لون الأزرق، لون الأزرق. لون الأزرق. تمام، مين جاب لون الازرق؟ يلا صحصتوا معي، تقدروا تغمضوا عيونكم وتشوفوا اللون الازرق. اذا وصلتوا لهي المرحله انتم ممتازين، ماشيين معي بالضبط.
إذا ما وصلت لكم تحاولوا تعملوا تنفس عميق وتحاولوا تجيبوا اللون الأزرق. هي بدها صبر شوية بس حتجيبوا اللون الأزرق. أي شخص بيقدر يساويها، ما فيها صعوبة. مين جاب اللون الأزرق؟ نكمل؟ لون الأزرق، لون الأزرق. ما شاء الله شافت اللون الأزرق، ممتاز ممتاز. يلا نجيب الكتان وحبة البركة اللي طحناهم بمدق الهام، تمام، ونحطهم على رقبتنا من هون وهون، ونجيب الشال الأزرق. نجيب الشال الأزرق، نجيب الشال الأزرق. طبعا ما عندي أزرق لحال أنا، بس بحاول بتحاولوا تحطوا شال أزرق بعد ما تحطوا الكتان وحبة البركة، بتحطوا الشال الأزرق لمدة ساعة استرخاء وانتوا عم تسمعوا الشيء اللي انتوا بتحبوه. مثلا في ناس بيقولوا لي أنا ما بدي أسمع موسيقى، أنا ما بدي أسمع تردد، اسمعي قرآن، اسمعي سورة ياسين. سورة ياسين وسورة الانشراح ممتازة، ولح أعملكم فيديو شو تسمعوا، تجيبوا الآيات كلها كاملة، أنا أحضر لكم فيديو فيها الآيات، شكرا معينكم، وبتعدوا بتسمعوها كمان ما عندكم مشكلة، ممتاز. أما هذا صوت البحر وبتحطوهم على الآيات القرآنية، خيال خيال. إن شاء الله أنا حساعدكم يا بإذن الله. برافو. بعد ساعة رح نقوم نغسل بالموية رقبتنا كلها، حتحسوا اللي عنده ورم بالغدة الدرقية خفت راحت. حنرجع مع بعض بعد ما نحط الكتان، بعد ساعة حنرجع نعمل نفس الطريقة ونحط ايدنا على رقبتنا ونقول بسم الله بسم الله 3 مرات بعد ما نغسلها بالموية. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات، ونقرأ سورة ياسين مثل ما قلت لكم، وإن شاء الله مدة 21 يوم هذه الغدة الدرقية خلاص. مع هذا الشيء لازم نظام غذائي كامل، لازم النوم في الليل. اللي عنده كسل غدة الدرقية يحاول يجيب الاصبع اللي هنا يلونه بالقلم الاحمر، وانا ذكرته بالفيديو، حاولوا تدخلوا على قناتي اليوتيوب وتشوفوا الفيديو كامل وتتعلموا منه. هتلونوا ايدكم من هنا بالقلم الاحمر، والقدم الاصبع الكبير تحت هتلونوه بالقلم الاحمر لما بتكون تجوا تشتغلوا هاي الشغله. ثاني شيء، في نقطتين بالأدف، هتدخلوا أصابعكم السبابة بالأدف لفوق وتحاولوا تضغطوا تضغطوا، تمام، لمدة 30 ثانية، تضغطي مظبوط، بعدين بتقيميها وبترجعي تضغطي مكان الترقوة. اللي ما بيقدر يضغط مكان الترقوة، مو ضغط كتير قوي كده، مثل ما تكون شايفيني، تعملوا تربيت، تعملوا تربيت، حتحسوا ببراد هلأ فورا بعد حطوط الكتان، حتحسوا بتحسن مو طبيعي. يلي عنده نشاط في الغدة الدرقية وكسل يستعمل القسط الهندي، القسط الهندي يمشي عليها لمدة 3 شهور لح يرتاح نهائيا نهائيا من الغدة الدرقية. يلي عنده ورم يجيب عشبة القطف، يلي عنده ورم بالغدة الدرقية يجيب عشبة القطف، تمام، وبهيك بنكون خلصنا من الغدة الدرقية نهائيا. وناس كتير تعالجت ما شاء الله تبارك الرحمن من الغدة الدرقية وما عاد أخذت ثروكسين. أنا ليش عم بعطيكم الشغلات هاي؟
اللي بياخد ثيروكسين يحاول هو يخفض، ما يوقف الثيروكسين، ممنوع. يعني انت متعود، انت متعود انك تاخد ثيروكسين، ممنوع منعا باتا تاخد تسيب الثيروكسين فجأة، لازم بالتخفيض شوي شوي تنزله. يعني كنت عم تاخد 150 خد 100 وخد القسط الهندي، كنت عم تاخد 50 خد 25، كنت عم تاخد 25 الغي الغي. ما بدي اقول لك الف واحد، انا عالجت، انا عالجت الاف من الغده الدرقيه ما شاء الله تبارك الرحمن. في وحده كانت بدها تعمل عمليه وموعد العمليه محددين لياها، كان معها ورم، عشبه القطف لحالها عالجتها ما شاء الله تبارك الرحمن. بتمناكم كلكم تتعالجوا من الغده الدرقيه، لأن الغده الدرقيه اساسها الزعل والحزن، الغده الدرقيه اساسها لخبطه الهرمونات، والغدد الصماء اللي هي مسؤوله عنها بتسكر وما عاد تساعدها بالافراز. مشان هيك انتوا ديروا بالكم على حالكم، ما في شيء يستاهل تزعلوا عليه. مين هو اللي بيستاهل؟ جوزي عمل لي قصه ومشكله، في الله، الك الجنه، انت الك الجنه. اما تعملي مشاكل وتعملي وجع راس وتطفش الرجاله من البيت، انت اللي حتطفشي من البيت، او بالعكس الرجال طول ما انه قاعد سق ونق فوق راس مرته، والله اذا بتقول له حبيبي بيقول له حبك برص. ليش؟ ليش هذه الامراه الله بعث لك اياها تكون امك واختك وبنتك؟ هذه الامراه المفروض تدللها، المفروض تحطها على راسك. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى فيها. ليش تعدوا تعملوا بس مشاكل؟ كل شخص بيعمل مشاكل هو معه حاله نفسيه يحاول يلتجئ لاي طبيب نفسي، يروح لعنده يعالج نفسه، مو مشان يريح الغير، مشان يريح نفسه اول شيء، لانه هو بيكون عم يعاني من المشاكل اكثر ما يخلي اللي حواليه يعانوا، والذبذبات تبعه وهالمعاناه تبعه اللي شغال فيها كلها حتتنقل للجميع. تمام. انا رح اعطيكم 10 دقائق تقريبا، انا هعطيكم تقريبا 10 دقائق تمام، تسالوني السؤال اللي انتو بدكم اياه. مثل ما قلت لكم، الترقوة من هون، هاللي عنده التهابات، هاللي عنده قلب التهابات مزمنة، هاللي عنده مرض مناعي ما يساويها. انا نبهت وانا بلغت، اللهم انا بلغت. وحاولوا تشوفوا الفيديو تبع الغدة الدرقية اللي بقناتي في اليوتيوب مشان تعرفوا النقاط اللي في القدم، لانه ما حقدر هلا ارفع لكم رجلي. تمام. طيب يلا هلا كلياتنا انا حشوف اسئلتكم، حاعطيكم 10 دقائق، 10 دقائق نشوف الاسئله كلها. تمام، ان شاء الله قدرتوا تستفيدوا. المويه تبع الملح اللي حطيناها بالطشط حتحملوها وتكبوها في التراب، تكبوها بشجره، خليها تطلع للكون، خلي تطلع للكون والكون يساعدك بالعلاج ويعطيك قوة انك تتعالجي بإذن الله تعالى. طبعا وإذا مرضت فهو يشفين، هذه من قيمة من راسنا. إذا جانا المرض الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، وإن لم نشفى علينا بالصبر بإذن الله تعالى. حكيت لكم على المريض السكري اللي كان يروح عند الدكتور، والدكتور كان كل ما يقول له أنت مريض والمفروض دير بالك على نفسك، والدكتور يخوفه يقول له الحمد لله على مرض السكر، الحمد لله على مرض السكر. الدكتور حيتجنن منه، العمى شو هذا، هذا عم يموت كل يوم 100 موتة وبيقول الحمد لله على مرض السكر. قال له نفسي اسألك انت ليش بتقول الحمد لله على مرض السكر؟ قال له يا حبيبي، السكر بيعلى وبينزل، بس لا باخذ ادوية قلب ولا باخذ ادوية مدري ايش، ولا ماني مكسر ولا لي مشلول، الحمد لله بمشي على رجولي. يعني المفروض نحمد الله سبحانه وتعالى على أي شيء بيصير لنا ونصبر، ويمكن رب العالمين يرزقنا ويعالجنا، ويمكن لو ما تعالجنا أجرنا على الله، كل شيء فيه له أجر سبحان الله تعالى. اتوكلوا على الله سبحانه وتعالى.
يا جماعة الأسئلة على الغدة الدرقية، لا حدا يسألني أسئلة من برا، الأسئلة على الغدة الدرقية على برنامجنا اليوم. اليوم برنامجنا الغدة الدرقية، نشاط الغدة الدرقية، كسل الغدة الدرقية، أورام الغدة الدرقية، كل واحد معه مشكلة من المشاكل الغدة الدرقية يحاول يسأل سؤال وشو حسيته بعد الجلسة. شكلكم ما عندكم لا أسئلة ولا شيء صح؟ اللي بدخل بده يدخل معي دعوة ويكون معي لايف، إذا عندكم تفيدوا الناس كلموني خاص وإن شاء الله بنطلع لايف جديد ومنكون مع بعضينا. تمام؟ عندي مثل الدبابيس بجسمي، هل أسبابها الغدة؟ مو شرط، بيكون معك نقص فيتامينات، بيكون معك أنيميا، لازم تروحي تحللي وتشوفي شو في معك نقص فيتامينات، بجوز ما بتتعرضي للشمس، نقص فيتامين دال بيعمل مثل الدبابيس، النقرس بيعمل مثل الدبابيس، كوليسترول بيعمل هيك، لازم تروحي تشوفي شو في معك نقص، وبعدين حللي وورجيني التحليل. طيب يلي عنده ضعف في عضلة القلب عادي يساوي التمرين؟ ما تساوي أبداً، هذا التمرين يبغاله قلب قوي. أنا بقلك أول شيء أنا سويت فيديو كيف نمرن قلبنا، حاولي إنك تشوفي هذا الفيديو، موجود بالتيك توك، موجود بالتيك توك من كم يوم، حاولي تساويه وحاولي إنك تعالجي القلب لمدة 4-5 تمارين من هاد، حتحسي إنه عضلة القلب تبعك بإذن الله ما فيها شيء. حاولي تجيبي المي والملح واشتغلي على نفسك وشيلي من قلبك وارمي بالموية، ساوية 4-5 مرات 10 مرات لتحسي انه، روحي عند الدكتور حيقلك الدكتور عضلة قلبك ما فيها شيء، بعدين عالجي الغدة الدرقية، لانه الغدة الدرقية هي اساس بعدم تنظيم الهرمونات في الكبد، وهي اساس بعدم تنظيم الهرمونات، بعدم تنظيم دقات القلب. أصلاً أمراض القلب ما تجي إلا بعد لخبطة الهرمونات، مو بس الغدة الدرقية، لخبطة الهرمونات كلها. ما منوصل لمرض القلب وتعب عضلة القلب وشرايين القلب وانسداد شرايين القلب إلا لما نمر بعدة مراحل. ونحن تكلمنا على العناصر الخمسة، العناصر الخمسة تكلمنا كتير عليها، يا ريتكم تدخلوا وتشوفوا الفيديو وتعرفوا العناصر الخمسة قديش فيها فوائد وقديشها مفيدة. تمام؟ ميرسي ميرسي لاي، لاي اسمها، ميرسي على الوردات الحلوين، thank you. أمي عندها القلب ودائما تتألم من جسمها، سوي لها شوفي الفيديو قبل هذا، احنا ما سوينا هلا اليوم القلب، احنا سوينا اليوم الغدة الدرقية، كسل الغدة الدرقية، نشاط الغدة الدرقية، اورام الغدة الدرقية. تمام؟ وشو نستعمل معها اعشاب وشو نحط اللبخات على رقبتنا اذا انت هلا داخله جديد. تمام؟ حاولي انكم تشتغلوا عليها. اما في فيديو لعضلة القلب انا قلت لكم كيف ننشطها، حاولي كده لأمك كده تسوي لها، حطي لها المي والملح وحاولي تشتغلي نفس الطريقة كيف تسحبي من العضلة، كيف تسحبي. إن شاء الله اللايف الجاي استنوني لحنعمل حركات للنشاط، كيف نقوم منشطين، كيف نتنشط، كيف نحس بنشاط مو طبيعي، كتير حتستفيدوا. لو أنتي منتي نايمة طول الليل حتقومي تحسي بنشاط مو طبيعي وطول النهار تجلسي إن شاء الله بإذن الله.
طبعا اللي بده ياخذ استشارات عندي يحاول يدخل على تطبيق اشعل شمعتك، تدخلوا على المتجر تنزلوا البرنامج، وبكون انا وياكم اونلاين مشان افهم كل واحد حاله، لانه علاجات على الاونلاين كده هذا اللي احنا عم نعطيكم الشغلات المفيده. اما في امراض مزمنه وعلاجات لازم، وانا ليش نبهتكم هذه النقطتين ممتازين، بس اللي معه مرض قلب ومعه التهابات مزمنه اللي الامراض المناعيه هذا ما بيساوي النقطتين، انتبهوا ما بنعمل هذه النقطتين. ايش علاج التأتأة؟ اشتري MMS1 والMMS2 والديمسو، خليهم عندك في البيت، هي صيدليه متكامله، ودخلي على التطبيق لاعطيك البروتوكول اللي تمشي عليه وحيروح التأتأة نهائيا. في عندك علاج لوجع القلب؟ سلامة قلبك يا قلبي، لك سلامة قلبك وما تشوفي شر إن شاء الله، أكيد موجود. شكلكم مين هاللي عمل الجلسة معنا وحس بفائدة؟ لو إن شاء الله تقلوا لي 20% 30%، طبعا ما حتلحقوا تحطوا الكتان وتشوفوا الفائدة 100%، لأنه الكتان بده حط على الرقبة اللبخة ساعة، بدكم تحطوها ساعة كاملة. تمام، تمام. مين اللي كانوا معنا بالجلسة؟ مين كانوا معنا بالجلسة؟ اللي بده يدخل معي لايف اوكي بدخل معكم لايف ولا يهمكم، بس حاولوا تحكوا معي خاص مشان اعرف انو مواضيع اللي بدنا نتكلم فيها. اما ندخل هيك يلا بهللة، ما عنا بهللة. فاتنا العلاج؟ لا لا ما فاتكم، هذا الفيديو رح ينزل في اليوتيوب بإذن الله تعالى كعرض أول في اليوتيوب، وإن شاء الله حتستفيدوا. حاولوا أنكم اليوم الساعة 9، إن شاء الله اليوم لحق، اليوم الساعة 9 أو بكرة الساعة 9، حاولوا أنه تكونوا، رح أكون على الشات معكم، بقدر أتكلم بالشات معكم. تمام؟ على كل الأحوال أنا بحبكم كتير، إن شاء الله استفدتوا، والجلسة الثانية بإذن الله تعالى الجميع يشارك معنا، الجميع يشارك معنا. الجلسة الجاية، العلاج الجاية، شو بتكون يا الجميع يشارك معي. عن الكولون، ممتاز. عن الكولون رح نعالج الكولون بإذن الله تعالى. تمام، خلاص، علاج الكولون، علاج الكولون بإذن الله تعالى. انتظرونا، كل واحد معه الكولون يكون جاهز، مجهز الملح، مجهز الموية، مجهز البطانية، ونكون جالسين مع بعضنا وبإذن الله. وشرط، شرط لازم تكونوا مجهزين الشعير، يكون عندكم الشعير مشان تمشوا بالعلاج وبطريقة الأكل، طريقة الرياضة، وكلكم تستفيدوا بإذن الله تعالى. بحبكم كتير، ويعطيكم الله يرضيكم يا أجمل شموع مضوية. خليني أشوف، إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا بشوفكم يوم الأحد الجاي بإذن الله تعالى. انتظروني يوم الأحد، حنبدأ علاج الكولون، وإن شاء الله كلكم حتستفيدوا. بحبكم كتير. هاللي بده للخوف، هاللي بده لعلاج الخوف، ادخل على قناتي في اليوتيوب، وفي فيديو اسمه تقنية البيت، تقنية البيت، حاول إنك تحضرها. الفيديو كان لايف وسويناه قبل هالمرة، حاول انك تحضروها، وكتير جدا جدا حتستفيدوا، وحيروح منكم الخوف نهائيا.
تمام؟ موجود في اليوتيوب تقنية البيت، تقنية البيت، كيف نشيل الصور السلبية من جسمنا، تمام؟ علاج الروماتيد، ادخلي على قناة أشعل شمعتك، ادخلي على تطبيق أشعل شمعتك، إن شاء الله بقدر فيدك بإذن الله. هذه يبقى لجلسة، أعرف كم عمرك، كم وزنك. يوم الأحد، تمام؟ برد بعيد. لا تنسونا من الشير، لا تنسونا من الاشتراك، حاولوا أنكم توصلوا هذا الفيديو للجميع مشان يستفيد، ربما الناس ما شافتني من وراكم وتكسبوا ثواب بإذن الله تعالى. بحبكم كتير، وبقول لا إله إلا الله وحسبي الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أتمنى لكم الشفاء العاجل، ولا واحد فيكم يكون مريض، ويعطيكم الصحة والعافية. ويا رب أرفع أيدي دائما للفوق، ودائما بقول كل واحد بيتابعني، والله أحيانا بكون على سجات الصلاة وبقول كل واحد عم يتابعني ومريض وعرف شو هو العلاج، يا ربي إنك تساعده إنه يتعالج ويدير باله على نفسه وتفتح بصيرته ويعرف الصحة من الغلط. دائما بدعي لكم، وإن شاء الله دعائي حيوصلكم، لأنه الدعاء بيننا نحن ترابط، أنا وياكم ترابط مع بعض، إن شاء الله يد واحدة منحب بعض. بحبكم كتير، والقادم إن شاء الله دائما أجمل وأجمل، لقائنا يوم الأحد بإذن الله تعالى. بحبكم كتير يا أجمل شمع مضوية.